كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. واش غادي يقول لك؟ لا لا لا، شوف الحريرة دائما كتكون واعرة، فهذاك الشخص اللي كياكل الحريرة وكيشوف التلفازة، داكشي اللي في التلفازة كتبان له واش حامطة ولا ماشي حامطة. إذا كان داكشي حامط في التلفازة حتى الحريرة ما كيبقاش عندها الطعم. ففعلا فعلا كاين شي حاجات حامضين في التلفازة، وكاين شي بركة، ما نقولوش ما نعموش، كاين شي حاجات اللي كاين مجهود. كاين مجهود واحد المساله مهمه بزاف بحكم الراي ديال الشارع. حنا الناس كيتلاقاونا مثلا كيقولنا مثلا مع شنو ما بغيتش تجيب لي شي تلفزيون. حنا شوف كيقول لك مثلا والله العظيم الناس كيقولوها لي، يعني كيقول لك واحد 12 ديال الناس دائما هما نيت كنشوفهم نفس رمضان نفس، يعني كتقرا الاذاعه كتلقاهم، تقرا الاذاعه اخرى كتلقاهم، كتعمل اشهار كيجي وكيعمل هذيك، يعني هما نيت نفس الوجوه، ديك 12 ديال الناس هما نيت، فهمتي؟ كيقول لك زعما حنا كطلب واحد ما عندنا، يعني المغرب تبارك الله فيه شلا مواهب وشلا مدن وشلا، نكونوا على يقين على ان الى ظهور الوجوه الجديده فغيكون داك الشيء الطوب دو الطوب. غير يعطيو الناس فرصه فين يبانوا، يعطيو الناس فين يقربوا عندهم، يعطيو الناس فرصه فهمتي. حنا ما يعيطوناش، حنا الحمد لله الناعوره ماشاه ولله الحمد، فهمتي؟ كاين مواهب، كاين الناس كنتلاقاوهم حق الله العظيم الا كيبكيونا بالضحك، وكاين الناس عندهم افكار اللي يبقاو هما بيدهم غير كيشوفوا. ما فهمناش هادشي اللي واقع حنا صراحه الله يعاد. يعني الفكره على ماشي على خليج الشمال، غير تكافؤ الفرص، سواء كاين مغاربه ماشي غير في الشمال اللي كيعانيوا من الاقصاء، ماشي حيت ضروري يكونوا شماليين، ما كاينش تكافؤ الفرص. كاين واحد القبيله دايره عليها شي وحدين كياكلوا فيها، الله يعاونهم الله يسهل عليهم. كنتسناو شي فرج من عند المسؤولين، انهم من عند الله سبحانه وتعالى يهدي هاد الناس المسؤولين يردوا البال هاد المساله هادي، لان كاينه متطفلين على الميدان والسماسره اللي كاينه عاملين يدهم في واحد الصحفيه. سولت واحد الفنان قالت له زعما علاش انتم اللي كتبانوا؟ قال له واش غنقول لك، حنا محسومين على رؤوس الاصابع، حنا اللي كاينين. هذه ما فهمتهاش، يعني ما اعترفت شي واحد يعني اخر من غيرهم هما اللي كيبانوا دابا، فهمتيني؟ وكتشوف فنان واحد مثلا في اربع مرات يدوز في حلقه واحده مثلا، يعني شلا برامج هما، فهمتي؟ كتشي مثلا بلا ما تسمي ديك السميه ديال البرامج، هنا عارف اللي كاين والناس عارفين اللي كاين، كلشي عاقوب كلشي اللي عندهم. ولكن واحد القضيه خصك تعرفها استاذه، على ان الحمد لله كاين النعمه ديال سمارت تيفي كيقلبوا كي والله الا كيسوي التلفازه وكيعيطوا لي كيقولوا لي شوف حنا كنتمتعوا بالمسائل ديالكم، الجمهور ديالنا ماشي غير من طنجه، من قنيطره، من اكادير، من الداخله، عيطوا لنا والله العظيم كيعيطوا لنا كيقولوا لنا اسمع راسك. فعلا كنجبرهم انهم كيتصنتوا لنا بالسمارت تيفي. فالتلفازه واخا دابا تعمل خليهم يعملوا اللي بغاو، حنا المسائل ديالنا ماشيه وما غنحبسوش، سواء كانت التلفازه ما كانتش حنايا خدامين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.